التحدي الآن، هو صار له تقريبا سنة ونص أو سنة وسبعة أشهر من متوفي، لحد الآن أي مكان أروح تعصى معاملة، تعصى شغلة شي زايد ناقص، فالشغلة زايدة بس أقول لهم أنا أخو ناظم شاكر. والله والله العظيم لحد الآن، لحد الآن أي مكان اللي أدخله بس أقول أنا أخو ناظم شاكر. مع الأسف الحمد لله، مع الأسف مع الأسف فقدت يعني، وأنا من وراء يعني حتى هسه صار بي مرض خبيث، صار بي سرطان، أنا من وراء مع الأسف لو فاقد حياتي ولو فاقد عمري يعني، ولا فاقد أبو فهد مع الأسف. ناظم الحمد لله، هو ناظم يعني بصراحة حبيب للكل، ناظم حبيب الجماهير، ناظم صاحب الضحكة، انت كنت كلش قريب عليه وتعرف ناظم، لكن بالأول والتالي هذا قدر رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. عندك أخ توفى ما تأثرت عليه مثل ناظم، يعني ناظم وكأنما صديقك أبوك أخوك الكبير، بأي حال من الأحوال هم أخوتي، صح، هم سندي، صح، هم حزام ظهري، بس المواقف اللي هي استاذ ذبيل، المواقف اللي مرت ويا المرحوم، يعني ناظم مو بس اخ، ناظم سند، ناظم سند، من تقول سند سند يعني، من تقول صدر يعني، صدر ناظم كلمة سند، من تقول سند ليش يعني كلمة عابرة، او ممكن تجامل بيها، او ممكن تجامل بيها، بس ابو فهد يعني مع احتراماتي عمي ابو سمير الموجود واحتراماتي الولد عمي، بس من تقول عليه سند سند يعني حزام ظهر، وقتها من كان موجود او لحد الان حزام ظهر يعني، من قلت لك من تقول تفتخرون انه عمكم ناظم شاكر، بكل فخر بين انا عمي ابو فهد يعني، قلت لك انا لحد الان امر الله، لحد الان باي مكان اللي اروح، باي دائره، باي مكان، بس اذا يعني بأي مكان اللي أروح بس أقول أنا أخو ناظم شاكر، العالم خلف الله عليهم يقومون ويقدرون ويشتغلون. جاك المرحوم بالرؤية مرتين؟ مش طلب منك؟ ما طلب من عندي كل شيء، كان جايني لابس دجداشة بيضة، لابس دجداشة بيضة، وسلم علي، وأنا بكت أجيت بالمستشفى، كنت مسوي عملية بالمستشفى، وقال لي باكر انا اجيك، باكر انا اجيك، لا تدير بال لا تدير بال، يلا لا تدير بال، قول الله كريم. هاي بكيت في المستشفى وجاني فتره، جاني قبل فتره بدي الشاقه وياي، كان الشاقه يعني سوالف وما ادري شنو، والحمد لله هاي الحمد لله الحمد لله والشكر.